يدعى مكسيكو جوستافيتو؟ هل سأحبه؟ طبعا عزيزي. هل ستطلبين من أخي الصغير أن يلحق بنا؟ سيكون لك أشقاء وشقيقات هناك على الأرجح. أم ميتشي هربت مع رجل آخر؟ من يعرف يا ابنتي؟ رحلت يوما وتركت رسالة، قالت إنها لم تعد تتحمل. والسيد مانويل كان سكيرا. نعم. وهل كانوا فقراءك اليوم؟ أسوأ، لكن ميتشي تجهد الآن لتحسن حالهم. إذا لماذا لم تعمل والدة ميتشي كما تعمل ابنتها الآن؟ الاختلاف في شخصيتيهما. الأم كانت خجولة، لا تدافع عن نفسها، وكانت جميلة ومغرورة. وسيئة أبي، لو لم تكن سيئة لما تركت أولادها مع سكير. الحمد لله أن ميتشي ليست كما يقال. تأكد أن ميتشي ليست كأمها. لا يا أبي، أنا أعرفها وهي فتاة شريفة. اسمعي كاندي، أعرف أنك تقبلين ميتشي، ولم أنفذ تهديداتي لأنني لا أظن ما يقال عنها صحيحا. إن ثبت العكس فستندمين. قد يكون التعامل مع الفتاة سهلا، وقد يكون العيش معها ممكنا. ما رأيك بالأمر خورخي لويس؟ أمن الأفضل قبول الوصية؟ افعلي ما تشائين. المال لك أيضا خورخي لويس. أنت ناضلت في سبيله، أما أنا لو رجع الأمر لي لرحلت منذ سنوات ولو مت جوعا. كرامتي تأتي في المرتبة الأولى، لكن بقيت لأنك أبقيتني بعيدا من الصراع. تحملت كل المشقة، فلا يجدر بهذه البائسة أن تخيفك. ومن يدري؟ لا أمي، لا يوجد من هو أسوأ من سانتياغو. هذا رأيي أيضا أمي. حقا، وأنا قد بدأت أصغي لرأيكما. تكلما. أعرف أنك تسخرين منا يا أمي، لكن لا لا عزيزتي، أنا صادقة فيما أقول. حسنا، أغادر إلى الجامعة. إلى اللقاء أمي، إلى اللقاء. نعم نعم، أنتما على حق، أحسب ملاحظاتكما منطقية. هم تتكلمين يا أمي؟ نقد الوصية يتطلب وقتا طويلا، سنستقبل بائعة لنصيب في المنزل. ثمة إمكانية أن نجردها من كل شيء بتزويج خورخي لويس منها. نعم، الأفضل تزويجهما. ماريا مرسيدس با سيرفير لي افير دي مي فاميليا. ننقل الطاولة إلى فوق؟ نعم أدولفو، حيث أمرتنا السيدة مالفينا. فرنيش أنا أمي؟ ما زالت في المكتبة أنسة ديجنا. ما زالت؟ أمي ألن تذهب إلى الصلاة؟ لا، أنتظر حضور اختصاصية التجميل عزيزتي. الأب أوريكي سيسألني عنك. أبلغيه أنني مشغولة. أتعلمين ديجنا، إن غيرت بائعة لنصيب تصرفها تخسر الميراث. المال يغير الإنسان، وسيأتي يوم تتمنى فيه الهروب من هنا ومن العيش حياة مزدوجة كما فرضها عليها سانتياغو. وما هو ذنبها أمي؟ ذنبها الوحيد أنها ولدت، وخطأها أنها تصادمت معي. طيب عذرا علي الإسراع. أجل، هيا تأخرتي. قد أتيت كما يفترض بي. مرحبا، كيف حالك؟ بخير وري مرسيدس، بخير. اسمعي،
أمك هنا اليوم؟ نعم أدخلي، أنا ذاهبة لأصلي، أراك لاحقا، تفضلي أرجوك. طيب وأنت أيضا، لما لا تهربين مني بحجة الصلاة؟ أدخلي الغرفة الجلوس. هيا حذاري، سأعلم السيدة ملفينا في الحال. أوه. عجبا، ماذا حل بالتحف التي كانت هنا؟ إلى أين نقلوها؟ أدخل. سيدتي، تلك الفتاة الوريثة لقد أتت. في الحديقة؟ لا، في غرفة الجلوس. ماذا؟ الأنسة ديكنا طلبت منها الدخول لغرفة الجلوس. طيب سأذهب لاستقبالها. مرحبا. ماذا تفعلين هنا؟ أفعل ما أراده سانتياغو. أهذا ضروري؟ السيد بورتاليس أوصاني بضرورة الحضور ولو لساعات يوميا، ولكن في الواقع أنا أفضل المجيء صباحا. لا يهمني ما تفضلين، هذا بيتي وهكذا سيبقى لسنوات عديدة، ولن أدع دخيلة مثلك تسلبني حقوقي. اسمعي، أنا أنفذ الوصية. لا يهمني نص الوصية، أريد منك أن ترحلي وفورا من هنا. ماذا جئت تفعل هنا؟ ماذا هاك؟ أتجهلين أن نصف البيت لي؟ لا تجبريني على رميك خارجا أو ضربك إذا لزم الأمر. أحقا طبعا، وكم من عجوز ستساعدك؟ اخرسي وارحلي. أمهلك علي؟ فأنا لست متسولة. أنت أسوأ، أنت ملأة بالبعوض والجراثيم. إياك وإهانتي. حذاري، فأنت من يفتعل دائما المشاكل معي. أنا سيدة محترمة ولا أحب أن أتشاجر مع الفقراء. صحيح فقيرة، لكن لدي الجرأة لأقول الحقيقة، وباختصار أنت تريدين الاحتفاظ بكل شيء. أتعرفين؟ لن تستطيعي، وسيخيب أملك، لأن النار سترتد عليك. ما رأيك؟ أرفض أي جدل معك، قلت لك ارحلي. أرحل عندما أريد. كورديليو، اذهبي قبل أن يأتي ويرميك خارجا. هيا اذهبي. أنا أتيت أصالحك خاروتشو، لا تحقد علي أرجوك، الكل متحمس وأنا أولهم لحضور صراع ديك المقرر في بويبلا، وسأكون أول من يشجعك يا رجل، صدقني خاروتشو. حسنا يا رجل، لنكن صديقين كالسابق، اتفقنا؟ إن تجرأ خادمك وحاول أن يلمسني ستجعلينني أطلب الشرطة فورا. أطلبيها، أقول إنك أتيت تسرقين منزلي. هذا منزلي أيضا. نعم سيدتي. أخرج هذه من هنا. إياك أن تجرؤ، هل تفهم؟ افعل ما أمرك به، أخرجها باللطف بالقوة، لكن أخرجها. لا سيدة ملفينا،